مرحبا بالجميع، معانا الوقت قدامنا الوقت طائر القيطرة. هذا الطائر هو أعظم مقلد على ظهر الكوكب الأرضي. يعني أنت حضرتك معاك البغبغاء وتظن إن طائر البغبغاء دوت هو أعظم مقلد، وإن هو بيتكلم والكلام ده وفرحان بالبغبغاء قوي، لكن النهاردة بقى أنت معاك طائر القيطرة. الطائر ده سمي بهذا الاسم نسبة إلى الآلة الموسيقية اللي هي القيطرة أو الغيتار أو الجيتار. سمي بذلك ليه؟ لأنه هو أعظم مقلد على ظهر الأرض، من أعظم الطيور المقلدة والمتكلمة، بيستطيع أن هو يعني يصدر أكثر من 20 نبرة بصوته، يستطيع أن هو كمان بيقلد صوت أصوات العصافير وبيدمجها مع بعضها، بيدمج الأصوات مع بعضها بحيث أن هو يخرج صوت موسيقي رائع جدا، كأنه آلة موسيقية فريدة مدهشة. وكمان أن هو كمان بيستطيع أن هو يقلد كمان أي شيء يسمعه، يعني صوت العربية، صوت موجات الراديو، أي حاجة بيقلدها بشكل مذهل، وبيستطيع تغيير نبرات صوته أكثر من 20 مرة، يعني شيء مدهش جدا. وكمان إيه يعني هذا الطائر، يعني قيل إنه هو سمي بالقيثرة نسبة إلى الآلة الموسيقية، أو نسبة إلى إن زي لهذا الطائر بيشبه القيثرة. هذا الطائر بيعتمد على سيقانه في القفز، طبعا يعني أجنحته يعني قصيرة، فهو بيطرش المسافات بعيدة، يعني لا يقوى على الطيران لمسافات بعيدة، لكنه هو بيستطيع القفز يعني لمسافة تصل إلى يعني 6 أقدام أو أكثر. وطبعا متوسط عمره 30 عام، يعني متوسط العمر الافتراضي يعني ايه 30 سنة او 35 الى 40 ايه الى 40 عام. وبيصل طوله، طبعا هو بيعيش في استراليا، لكن يصل طوله الى متر، يعني الذكر بيصل طوله الى متر، اما الانثى بتصل الى يعني من 75 الى 80 سنتيمتر. ده اعظم الطيور المقلدة على وجه الكوكب الارضي.